في موريتال عالم جديد يناديكم. رئيس الجمهورية يشيد أمام قمة العالم كوكب واحد بتخصيص 10 مليارات دولار لدعم السور الأخضر الكبير. وزير الصحة يتفقد ظروف مرضى كوفيد-19 في كل من المركز الاستشفائي للتخصصات والمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات. شبه استقرار في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 مع تزايد في حالات الشفاء. أهلا مرحبا بكم إلى مسائية موريتانيا، نرحب بكم كمشاهدين ونرحب بمستمعينا أيضا عبر الموجة الترددية FM. مرحبا سلمى. أهلا بك أحمد، أهلا بكم مشاهدين الكرام، ونرحب بسلمو يحفظه الذي سيرافقنا بلغة الإشارة. أكد رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني أن الاتفاقية الدولية ضد التصحر ترمي إلى الحفاظ على التنوع البيئي، مبرزا أن مكافحة التصحر وتحسين ظروف عيش الأرياف وتحقيق الأمن الغذائي وترقية المرأة وتشغيل الشباب تدخل في صميم اهتمامات الدول الإفريقية الصحراوية. وأضاف رئيس الجمهورية في خطاب ألقاه صباح أمس في قمة باريس المنعقدة تحت شعار العالم كوكب واحد أن مبادرة إنشاء السور الأخضر الكبير تهدف إلى تحقيق استجابة تخص الرهانات الحالية، بما يفضي إلى تحقيق تنمية مستدامة. Son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République Française. السيد إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، جلالة أمير مملكة الغال، رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي، سيداتي سادتي، اسمحوا لي بداية بأن أوجه تشكراتي الخالصة لفخامة السيد إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية على حفاوة الاستقبال والضيافة الكريمة التي حظينا بها منذ وصولنا إلى باريس. كما أود باسمي الخاص وباسم الأشقاء رؤساء الوكالة الإفريقية للسور الأخضر العظيم أن أشكر بحرارة فرنسا والأمم المتحدة والبنك الدولي على هذه المبادرة السعيدة المتمثلة في عقد هذا المنتدى المخصص للاستثمار في السور الأخضر الكبير في الساحل، وذلك على هامش قمة الكوكب الواحد. بعد عام 2020 الذي كان عاما صعبا بالنسبة للعالم أجمع والذي كانت تبعاته مؤلمة لشعوبنا واقتصاداتنا، يأتي هذا المنتدى في وقته المناسب. سيداتي سادتي، إن مشاركتي في قمة الكوكب الواحد وفي هذا المنتدى على وجه الخصوص والذي تكتسي رهاناته طابعا خاصا وهاما بالنسبة لمستقبل كوكبنا، يترجم الالتزام القوي لمنطقتنا وبلادي موريتانيا على وجه الخصوص بحماية التنوع البيئي من خلال المبادرة الإفريقية للسور الأخضر الكبير. هذه المبادرة التي تمثل الوسيلة المثلى لدولنا الساحلية للتنسيق والتوحد للوقوف في وجه التحديات المستمرة للتصحر وتدهور الأراضي واختلال التوازن البيئي والتقلبات المناخية. إن بلادنا وبقوة الالتزام والقناعة بهذه التحديات صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة التصحر والتدهور الطبيعي في شهر أغسطس عام 1996، وأدرجت ضمن استراتيجيتها الوطنية للتنمية الهدف 15 من مذكرة 2030 الهادف إلى حماية وإعادة التوازنات الطبيعية وضمان تسيير مستديم للغابات. سيداتي سادتي، إن محاربة التصحر وتحسين المستوى المعيشي للسكان في الأرياف والأمن الغذائي والطاقوي وتمكين المرأة والشباب هي عناصر تختزل روح أولوياتنا في المحيط الساحلي، ونظل على يقين لا يتزعزع بأن المبادرة الإفريقية المتعلقة بالسور الأخضر الكبير، وفضلا عن أهدافها الطموحة والمتعددة الأبعاد، تشكل استجابة فورية ومناسبة لرفع التحديات المذكورة أعلاه، ويمكن أن تقود إلى تنمية داخلية ومستديمة. وهنا نود أن نحيي الإعلان عن القرار الرامي إلى تفعيل وتسريع هذه المبادرة الهادف إلى تعبئة غلاف مالي أولي قدره 10 مليارات
دولار خلال الفترة ما بين العام 2021-2025 للوفاء بالتزامات شركائنا الماليين في إطار منسق ومضبوط. إن تعبئة هذه الموارد الإضافية من خلال مقاربة جديدة يسهم لا محالة في بلوغ الأهداف الكبرى للسور الأخضر الكبير الرامية إلى إعادة تأهيل 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة وخلق 10 ملايين فرصة عمل خضراء في أفق العام 2030. إن هذه المبادرة ستسهل دون شك خلق الانسجام بين أولوياتنا وطموحاتنا في المجال، والتي أعلن عنها وزراؤنا للبيئة خلال لقائهم الأخير حول السور الأخضر الكبير من جهة، وتدخلات شركائنا في التجاوب مع انشغالاتنا في المجال البيئي. إن هذه المبادرة ستسمح إذن لدولنا بالاستفادة من التمويلات الضرورية لدفع الاستثمارات الداخلية في إطار المحاور الخمس الكبرى المعتمدة ودعم قدرات الوكالات الوطنية للسور الأخضر الكبير. وأود في هذا الإطار أن أقترح إنشاء صندوق للتنوع البيئي في جميع بلداننا، يتم فيه توجيه جزء من التمويلات المتحصلة عليها في إطار شطب المديونية المستحقة على بلداننا. سيداتي سادتي، إن مبادرة السور الأخضر الكبير تمثل بالنسبة لمنطقة الساحل الإطار الاستراتيجي والعملي المناسب لتشجيع المبادرات الاستثمارية الواعدة في الشعب الزراعية والبيئية المدرة للدخل المستديم. وهنا نحيي باهتمام كبير إنشاء المبادرة الدولية للزراعة البيئية في إفريقيا، والتي تترجم التزام القطاع الخاص في هذا المجال. وأدعو هنا في إطار هذه المبادرة الأخيرة المؤسسات الدولية والوطنية للعمل بانسجام وتنسيق لتبني خطة عمل تهدف إلى دعم التنمية المحلية المستديمة في الساحل، وتتيح تبادل التكنولوجيا والمعارف والخبرات بين الفاعلين المحليين من أجل تنمية شعب تنافسية وقوية تحمي التنوع البيئي والمصادر الطبيعية. وإني لأؤكد هنا أن بلدي الذي اختار طواعية نمطا اقتصاديا يلعب فيه القطاع الخاص الدور الأكبر والمحوري، سيستقبل بصدر رحب الشركات الدولية الراغبة في العمل في موريتانيا. وأؤكد لكم كذلك أن قطاعنا الخاص ملتزم كل الالتزام بدعم الجهود الحكومية في هذا المجال وخلق شراكة مثمرة مع الشركات الأجنبية، خاصة في مجال دعم الشعب الزراعية والبيئية. لقد قمنا بالعديد من الإصلاحات في مجال تحسين مناخ الأعمال في إطار تعزيز العلاقات بين القطاع العام والخاص وتكييف تشريعاتنا الوطنية مع المواصفات الدولية وتجهيز البنية التحتية لخلق الظروف المواتية لتنمية صلبة وواعدة. سيداتي سادتي، لا يمكنني أن أنهي كلمتي هذه قبل أن أؤكد لكم التزام موريتانيا وانخراطها في كل المبادرات الهادفة إلى تعميق الاندماج الإقليمي، وخاصة في مجال التنسيق وتوحيد الجهود والطاقات لمحاربة التصحر وتدهور الوسط الطبيعي وحماية وإعادة التوازن للنظام البيئي. وأجدد إذن شكري الحار لكل من أسهموا وشاركوا في إنجاح هذا المنتدى المخصص للاستثمار لصالح السور الأخضر الكبير في الساحل. أشكركم. أحال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة السيد الشيخ والبي رئيس الجمعية وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد المرابط والبناهي 4 مشاريع قوانين إلى اللجان الفنية المختصة للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية. يتعلق الأمر بمشاريع القوانين التالية: مشروع قانون يتعلق بالشرطة الوطنية، مشروع قانون يتضمن تسوية نهائية لشرطة البيئية مشروع القانون الأول بالشرطة البيئية، مشروع القانون الثاني يتضمن تسوية نهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي. أدى وزير الصحة صباح اليوم زيارة تفقد واطلاع للمركز الاستشفائي للتخصصات والمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات. وقد مكنت هذه الزيارة السيد الوزير من الاطلاع ميدانيا على ظروف نزلاء مرضى كوفيد في الوحدتين الخاصتين بهم في المركزين المزورين.
المركز الاستشفائي للتخصصات شكل المحطة الأولى من زيارة وزير الصحة السيد محمد نذير والحامد رفقة والي نواكشوط الغربية السيد عبد الرحمن ذو الحسن والسفير الفرنسي المعتمد لدى بلادنا روبرت موليه. الوزير استمع إلى شروح قدمها الأطباء الفرنسيون العاملون في الوحدة الخاصة بمرضى كوفيد-19 في هذا المركز، وتوفر هذه الوحدة الأجهزة الخاصة بهؤلاء المرضى والرعاية المناسبة لحالاتهم الصحية. هذه الوحدة أنشئت لاستقبال المرضى الذين يتطلبون التنفس الاصطناعي وعناية حثيثة. المرضى الأكثر خطورة، دعنا نقول مرضى الأكثر خطورة في نواكشوط يتم تحويلهم لهذه الوحدة. إذن هي وحدة أساسا عناية مشددة. هناك جهود مبذولة كبيرة جدا خصوصا من قبل الطواقم الطبية وبمجيء الفرق الفرنسية والإسبانية والجزائريين أيضا. أما المحطة الثانية من هذه الزيارة فكانت المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، وفور وصول الوزير ترأس هذا الاجتماع بحضور السفير الجزائري سعادة السيد نور الدين خندودي مع البعثة الطبية الجزائرية الموفدة لمساعدة زملائهم الموريتانيين العاملين في الوحدة الخاصة بمرضى كوفيد في هذا المركز. وقد ثمن الوزير الدور الذي قامت به البعثة الجزائرية من تمريض ورعاية للمرضى المصابين، شاكرا للسلطات الجزائرية على هذا التعاون الأخوي النبيل. تم إنشاء قسم خاص بالإنعاش عنده قدرة استيعابية على 32 مريض، تم تخصيص 13 سرير منها للإنعاش والحالات الحرجة. منذ بداية الجائحة وإحنا نستقبله في الحالات الحرجة، ولله الحمد تمكننا من شفاء قدر معتبر من المرضى، واليوم نواصل العمل. هذه فرصة على أن نشكر الجزائر الشقيقة حكومة والشعب على إفادها الكوادر المهنية عندهم كفاءة عالية. المتحدث باسم الطاقم الطبي الجزائري عبر عن سروره بوجودهم مع زملائهم الموريتانيين وهم يقومون معا بهذه الخدمة الصحية للمرضى. اليوم الموالي لقدومنا كنا ديجا موزعين على 5 مراكز صحية، أكبر مراكز هنايا في نواكشوط، وكان مباشرة علاقات عمل وأخوة اللي تكونت بيننا وبين أشقائنا الموريتانيين، وإن شاء الله راح تكون صداقة، يعني هي الصداقة موجودة ديجا، ولكن راح تكون العمل تاعنا لا يقتصر على 15 يوم فقط تاع المهمة، وإنما هو عمل اللي راح يدوم عن طريق العلاقات التي نشأت من خلال هذه الهبة التضامنية التي قامت بها الدولة الجزائرية. ويمثل التعاون الجزائري والفرنسي الصحي مع بلادنا لبنة مهمة في تطوير العلاقات الثنائية والدفع بها نحو الأفضل، خاصة في ظل انتشار الموجة الثانية من جائحة كورونا التي أهلكت الحرث والنسل. من المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات بولاية نواكشوط الغربية، يعقوب الصوفي، قناة الموريتانية. شارك وزير التجهيز والنقل صباح اليوم في اجتماع اللجنة الفنية للنقل والبنى التحتية والطاقة والسياحة في الاتحاد الإفريقي. وقد مكن هذا اللقاء من استصدار جملة توصيات من شأنها أن تعزز البرامج المقام بها في هذا المجال بالدول الإفريقية. شارك وزير التجهيز والنقل محمد أحمد ولم حميد في اجتماع اللجنة المختصة بالنقل والبنى التحتية القارية والبينية والطاقة والسياحة في الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرنس، وقد أصدر المشاركون في اللقاء جملة من التوصيات من أهمها: المصادقة على المراحل المنجزة في إطار الخطة الثانية للبرنامج، المصادقة على الوثائق التوجيهية الخاصة بالسوق الموحدة للكهرباء في إفريقيا، المصادقة على التوجيهات الاستراتيجية في مجال السلامة الطرقية وتوحيد الرؤى، توجيه دعوة للجنة الاتحاد الإفريقي من أجل عرض دراسة الجدوى الخاصة بالسياحة في إفريقيا، والمصادقة على ملحقات النقل البحري والسياحة للوثيقة الإفريقية الموحدة للسلامة
الموقعة في لومة، نقاش الخطة القارية للنهوض الاقتصادي ومواجهة الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19، وإعطاء التوجيهات للجنة الاتحاد الإفريقي من أجل مواكبة الدول الأعضاء، إطلاق نداء للدول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال البنى التحتية من أجل دمج التغيرات المناخية ومقاربة النوع في الخطط التنموية، التعاون مع لجنة الاتحاد الإفريقي ومختلف المتدخلين في مجال النقل والبنى التحتية والطاقة والسياحة في مواضيع الطاقة والمصادر البشرية والدعم المالي والصحي، هذا إضافة إلى وضع خطط من أجل دعم ونقل الطاقة وزيادة نسبة الطاقات المتجددة والتحول الطاقوي لتحقيق الأهداف المنشودة. أشرف الأمين العام لوزارة التشغيل والشباب الرياضي صباح اليوم بالمركب الأولمبي في نواكشوط على تسليم جوائز للفائزين الأوائل في مسابقة تصميم شعار النسخة 22 من كأس أمم إفريقيا للشباب أقل من 20 عاما. وستحتضن بلادنا في الفترة ما بين 14 فبراير والرابع من مارس 2021 كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما. عبد الرحمن والحبيب، أسماء سيدينا، مامادو صال يتسلمون الجوائز المخصصة لتميمة كأس أمم إفريقيا للاعبين أقل من 20 عاما كوكان التي ستستضيفها بلادنا في الفترة ما بين 14 فبراير والرابع من مارس المقبلين، وذلك بعد فوزهم في المسابقة التي نظمتها لجنة تنظيم البطولة لاختيار أفضل تميمة لتكون أيقونة رسمية لهذه البطولة الإفريقية التي سيتم إجراؤها بملاعب نواكشوط ونواذيب في طبعتها 22. ستخلد بلادنا في الفترة ما بين 14 فبراير إلى 4 مارس 2021 النسخة 22 من كأس إفريقيا للأمم للأقل من 20 سنة. هذه التظاهرة التي ستستضيفها موريتانيا ستخلد على 3 ملاعب، ملعبين بنواكشوط وملعب بنواذيب. وفي هذا الإطار تقرر إجراء مسابقة وطنية لمعرفة تميمة البطولة. وقد تولت مجموعة عمل مكونة من أعضاء لجنة الإعلام والتسويق مهمة انتقاء ملفات المترشحين الذين تم اختيار 8 منهم في المرحلة النهائية من أصل أكثر من 300 مشارك. شاركنا في هذه المسابقة والحمد لله تم اختيار تميمة اللي شاركنا بها، تميمة معبرة عن الثقافة الموريتانية، معبرة عن تقاليد الشعب الموريتاني وعبرة عن تقاليد البيئة الموريتانية بحد ذاتها. اخترنا التصميم يعود مبسط حتى يعود هم اللي معبر وهادف. كنت ضمن 300 مشارك في هذه المسابقة والحمد لله فزت بالمركز الثاني. تصميم تميمة حاولت أن أطبق فيها جميع المعايير اللي كانت قايلتهم اللجنة من حيث تعزيز القيم الحميدة في مجتمعنا الموريتاني وتعبر عليه الوحدة الوطنية. اختيار تميمة كأس أمم إفريقيا أقل من 20 عاما موريتانيا 2021 تم على أساس معايير من بينها الإبداع والأصالة في النموذج، إضافة إلى تعريفها بقيم وهوية بلادنا. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم في النقطة الصحفية اليومية الوضعية الوبائية لجائحة كورونا في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. وتميزت الوضعية اليوم بتسجيل 196 حالة شفاء و96 إصابة جديدة بكوفيد-19 بالإضافة إلى 5 وفيات. تم تسجيل 96 من الإصابات الجديدة من ضمنها 3 مخالطين و93 حالات مجتمعية. تم كذلك تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 196 حالة شفاء جديدة وكذلك 5 وفيات جديدة، نسأل الله العلي القدير الرحمة والغفران للمتوفين. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 15707 من ضمنها 8943 من ضمن المخالطين و6579 من الحالات المجتمعية وكذلك 185 من الحالات الوافدة. بلغ كذلك إجمالي حالات الشفاء 13835 و إجمالي الوفيات 392، أسأل الله لهم الرحمة.
تبلغ الحالات النشطة اليوم 1480 من ضمنها 1339 بدون أعراض، 84 بأعراض خفيفة، و57 حالات حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. تتوزع الإصابات الجديدة على المقاطعات على النحو التالي: 5 إصابات جديدة في أمرش، 6 في باسكنو، 1 في جيغني، 1 في تنبتغا، 3 في العيون، 3 في طينطان، إصابة واحدة في قيرو، 2 في كانكوسا، 1 في ألاق، 1 في بوغي، 12 إصابة جديدة في مقاطعة بوتي ريميت، 1 في المذردرة، إصابتان في مقاطعة أطار، 4 في نواذيبو، 1 في تيشيت، 1 في تيجيكجا، إصابتان في مقاطعة قابو، 1 في وليانجا، 1 في سيلبابي، 1 في جوجت، 1 في بن الشاب، 2 في مقاطعة ركسار، 1 في السبخة، 11 في تبرق زينة، 8 في تيارت، 5 في مقاطعة توجونين، 10 في عرفات، 2 في مقاطعة الميناء، و 6 إصابات جديدة في مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 1685 من الفحوص الجديدة، من ضمنها 201 من فحوص المتابعة و 1484 من فحوص التشخيص، موزعة على 1077 من الفحوص السريعة و 407 من فحوص الحمض النووي PCR. كذلك بالنسبة لتوزيع الفحوص الجديدة حسب الولايات، تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 134 فحص جديد في ولاية الحوض الشرقي، 42 في الحوض الغربي، 125 في العصابة، 25 في غورغول، 63 في البراكنة، 61 في ترارزة، 32 في أدرار، 72 في داخلة واديب، 18 في تقانت، 78 في قيديماقة، 16 على مستوى ولاية تيرزمور، 157 على مستوى ولاية إنشيري، 659 في ولاية نواكشوط الغربية، 132 في نواكشوط الشمالية، و 71 في نواكشوط الجنوبية. إجمالي الفحوص المجرات منذ بداية الوباء بلغ 167401، من ضمنها 24775 من فحوص المتابعة، و 142626 من فحوص التشخيص، موزع على 111700 من الفحوص السريعة، و 30926 من فحوص الحمض النووي PCR. إلى شرق البلاد، حيث أشرف والي الحوض الغربي أمس في مباني جهة الحوض الغربي على تسليم كميات معتبرة من الكمامات وأدوات التعقيم مقدمة من طرف الجهة لصالح الإدارة الجهوية للتعليم. يأتي هذا الدعم في إطار الحملة الشاملة لتعقيم المدارس بعد استئناف الدراسة. في إطار حملة تعقيم المدارس والمصالح التعليمية بولاية الحوض الغربي مع بداية استئناف الدراسة ودعم جهود الإدارة الجهوية للتعليم، جاء حضور والي الحوض الغربي السيد محمود المختار العبدي رفقة حاكم مقاطعة العيون والقادة الأمنيين والعسكريين بالولاية لمبنى جهة الحوض الغربي من أجل استلام كميات من الكمامات وأدوات التعقيم من طرف الجهة لصالح الإدارة الجهوية للتعليم. جهة الحوض الغربي قامت بتعقيم جميع الأماكن العمومية على مستوى مقاطعات الولاية والمراكز الإدارية، كما قامت برش الأماكن المفتوحة لمكافحة البعوض، واليوم تسلم وتشرف على تسليم كمية من مواد التعقيم للسيد مدير الجهوي، المدير الجهوي للتعليم على مستوى الولاية بحضور السيد الوالي والسلطات الإدارية والأمنية، وستقوم كذلك بالإشراف على تعقيم كافة الفصول اللي داخل المدارس التعليم الإعدادي والثانوي. المدير الجهوي ثمن مثل هذا الدعم الذي يندرج في إطار تكملة جهود الدولة من أجل المحافظة على أرواح المواطنين، مؤكدا أنها ستصل مستحقها. في اليوم قامت به الجهة بولاية الحوض الغربي مع كامل استعدادها في السابق للتعاون مع قطاع التهذيب، خاصة مرحلة التعليم الثانوي، هي اليوم أيضا مساهمة في هذه الحملة التطهيرية والإجراءات الاحترازية المتخذة التي وفرت لها الدولة وقطاع التعليم الكميات، مهما كانت كثرتها تم دائما أي إضافة كاملة تدخل في إطار التعاون ومؤازرة القطاع في مواجهة هذه الجائحة.
هي اليوم تسلم لنا 4000 كمامة بالإضافة لمحلول جافل وكذلك الصابون، يضاف أيضا لهذا الكميات الموجودة عندنا، سيتم استغلالها إن شاء الله بأحسن طريقة حتى تصل جميع المؤسسات، ونعول أيضا على مساهمتهم في التطهير اللي لا يقوموا به في مؤسسات التعليم الثانوي اللي فات قام به في التعليم الأساسي، هم أيضا إن شاء الله دور يتعاونوا معنا في ذاك الجانب. الإدارة الجهوية قامت مساء اليوم بإرسال بعثات إلى كافة مقاطعات الولاية بما يغطي حاجة المدارس والثانويات من الكمامات وأدوات التعقيم. عبد الله يسلم، الموريتانية، مدينة العيون. إلى ولاية العصابة، حيث تميز اليوم الثاني بعد الاستئناف الدراسي بإقبال كبير من طرف الطلاب على المؤسسات التعليمية بكيفة، وسعيا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية في الوسط المدرسي. تنشط لجان اليقظة ضد كوفيد-19، كما يحرص الأساتذة والمدرسون على فرضها داخل الفصول. إقبال ملحوظ من طرف التلاميذ على المؤسسات التعليمية بكيفة في الأيام الأولى من استئناف الدراسة، الأمر الذي تواكبه كل مدرسة على حدة من خلال لجنة لليقظة توكل إليها مهمة تطبيق الإجراءات الاحترازية في وسطها المدرسي ضد الكوفيد-19. هذا اللي معايا هنا هي لجنة اليقظة، فيها الإدارة وفيها التلاميذ وفيها آباء التلاميذ، وتسعى هذه اللجنة لعدة أمور يمكن نجملوها في هو الحرص على تطبيق التعليمات في مجال المحافظة من انتشار كوفيد. الإجراءات اللي خلقت فيها الافتتاح يامس أنها كانت جيدة وما زالت متواصلة، وزعنا الكمامات أمسي واليوم وزعنا باقيهم. حتى الآن وكلاء التلاميذ الممثلون في لجان اليقظة يبدون ارتياحهم حول سير الخطة المتبعة في مواجهة تحديات العمل بتدابير السلامة وفرضها داخل المؤسسات التعليمية. شفنا وسائل التعقيم مجهزة عند المداخل، وشفنا طاقم ممولي بشر يتمشى في الأقسام ويتمشى في الساحات يوعينا الناس عند دي الكمامات منها وفل عنها. عند الباب مدرعة يوزعوا الكمامات على داخلين من التلاميذ، ولاحظنا ارتداء التلاميذ للكمامات. الصورة داخل الفصول يتحكم في صياغتها وتفاصيلها أساتذة ومدرسون لا يساومون في ارتداء الكمامة. كما تلاحظون استأنفنا الدراسة هنا في هذه الثانوية والتلاميذ يرتدون الكمامات، ونتمنى أن تستمر هذه التدابير لحماية الجميع من مخاطر جائحة كوفيد-19. أي طالب كان هون ما عنده كمامة كنا نردوه مباشرة، وأي طالب اللي داخل الفصل قلع كمامته نوجه له إنذار لين يعلها إن شاء الله ولين واخذوه خارج الفصل مباشرة، ما في أي تهاون إطلاقا في الموضوع. في خضم هذا المشهد وأمام ما تمليه الظرفية من إكراهات، يستلهم التلاميذ العبر المستخلصة من دروس الكورونا لتتهاوى بذلك أمام مظاهر أسباب الوقاية المتخذة، عقليات الاستهتار بالفيروس المستجد. طلعنا يامس ما شاء الله وطاونا الكمامات وبدأنا ما شاء الله احترازات الوقاية، ياك نحمو ريوسنا ونحمو أهلنا. على تنوع تخصصاتهم وموادهم بدأ المدرسون والأساتذة بالفعل تقديم الدروس، إلى جانب ذلك الدرس العظيم الذي يقدمونه في فلسفة التعايش الإيجابي مع الجائحة لطلابهم من خلال إلزامية الإجراءات الوقائية خاصة فيما يتعلق بالكمامة. عبد الله الصوفي، قناة الموريتانية، مدينة كيفة. ننتقل إلى شبكة مراسلينا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة كيفة مراسلنا عبد الله الصوفي ومحمد لمين للهادي من مدينة كيهيدي والفاغة والشيباني من وذيبو، ومن مدينة أطار أحمد معلوم والمحمد. أهلا بكم جميعا، ونبدأ معك عبد الله الصوفي، حدثنا أكثر كيف كان مستوى التزام رواد المدارس من طواقم تربوية وتلاميذ اليوم في مدينة كيفة بالإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات التعليمية.
تحية طيبة لك ومن خلالك لكل مشاهدي قناة الموريتانية. لو قسمنا الوساطة المدرسية إلى مستويين، القسم المستوى الأول القسم والمستوى الثاني هو ساحة أو خارج حجرة الدرس، يمكن توزيع المهام حسب مشاهداتنا إلى ما يلي. القسم من مهمة الأستاذ، حيث يسهر المدرسون والأساتذة على إلزامية الطلاب بالكمامات، وهذا ما لاحظناه ولاحظنا نوعا من عدم التساهل في ارتداء الكمامات داخل الأقسام. لاحظنا أيضا أن الساحة أو خارج القسم تعنى به لجنة اليقظة المؤلفة من طاقم إدارة المدرسة وممثل عن آباء التلاميذ، يتم اختياره من طرف إدارة المدرسة ليمثل آباء التلاميذ وكذا ممثلين عن الطلاب. هذا ما أكده لنا القيمون على المؤسسات التعليمية التي زرناها. هناك محطات تعقيم لدى بوابات المدارس، من خلال مشاهداتنا أيضا لاحظنا تقسيم الكمامات على أولئك الذين لم يجلبوها أصلا، ولاحظنا خروج بعض التلاميذ بعد أن رفض الأساتذة ولوجهم للقسم لأنهم لا يرتدون كمامات. وفرت الإدارات وبعض الإدارات وفرت كمامات لهؤلاء التلاميذ ليعودوا لأقسامهم مرة أخرى بعد تصحيح وضعيتهم وارتدائهم للكمامات. ما يمكن أن نلاحظ ككسر أو لهذه الإجراءات الاحترازية هو ذلك التجمع أمام المدارس لا سيما في أوقات الراحة وفي ساحاتها. إذن يصعب إلى حد ما ضبط جموع التلاميذ خارج المدرسة، لكن عموما يبقى مشهد الكمامة حاضرا وخاصة داخل الفصول. أعتقد أن المدرسة هي أيضا مدرسة في تصحيح الممارسات وتصحيح العقليات ومحاولة التوائم والتوافق مع الظرفية التي تفرض نفسها والتعايش الإيجابي معها. نعم، إذن مراسلنا عبد الله الصوفي حدثنا من مدينة كيفا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي الفقرة المخصصة للغة الإشارة في هذه النشرة، نشكر سلمو لحفظ الذي صاحبنا خلالها. إلى ولاية غرغل، حيث تسعى ثانوية الامتياز في كيهيدي إلى تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية المصاحبة لاستئناف السنة الدراسية، حيث تحرص لجنة داخلية في الثانوية على مراقبة التلاميذ في تطبيق هذه الإجراءات. فريق من مكتب الموريتانية في كيهيدي زار ثانوية الامتياز لرصد مدى تطبيق البروتوكول الصحي المصاحب للاستئناف الدراسي. على غرار مختلف المؤسسات التعليمية في عموم التراب الوطني، تستقبل ثانوية الامتياز في كيهيدي تلاميذها لليوم الثاني من استئناف السنة الدراسية، حيث يحرص القائمون على الثانوية بوصفها نموذجا تعليميا خاصا على مراقبة الإجراءات الاحترازية الموصى بها من قياس لدرجة الحرارة وإلزام التلاميذ بارتداء الكمامة داخل الفصول، كما يتضح أخذ المسافة المطلوبة بين التلاميذ على الطاولات. ظروف جيدة والوسائل موجودة الحمد لله، وذيك الإجراءات كاملة هم اللي تبعت، وعندنا لجنة للمتابعة حسب المذكرة، لجنة متابعة فيها رؤساء الأقسام ومعهم الإدارة ومعهم أستاذ ومعهم أحد رجل من مكتب آباء التلاميذ، هذا للرقابة والنظافة والحرص على متابعة تطبيق هذه الإجراءات اللي إن شاء الله راجعينها، لا إن شاء الله تعود تخفف من هذا والله تدفع عنا هذا المرض. طاقم التدريس بدوره يحرص كذلك على متابعة التزام التلاميذ بوضع الكمامة وبعدم خرق التوصيات الملازمة لاستئناف الدراسة أثناء تقديم الحصص التعليمية في الفصل الدراسي. كما تشاهدون المؤسسة هنا بدأت افتتاح الدراسي، والإجراءات التي طلبت منها قامت بها كما ينبغي من ارتداء الكمامات وكذلك محاولة لغسل اليدين بالصابون والمعقمات. عموما الأقسام كانت نظيفة
وكانت ظروف دراسية في هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات كورغل ظروف لا بأس بها مقبولة إلى حد كبير. هنا على مستوى ثانوية الامتياز نطبق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وعند الدخول يتم غسل اليدين بالنسبة للطلاب والمدرسين وارتداء الكمامة والتباعد، حيث يجلس طالبان على مقعد واحد تفاديا للاختلاط، والأمور تسير في ظروف جيدة. إجراءات يؤكد طلاب ثانوية الامتياز على ارتياحهم لها، مؤكدين أهميتها في هذا الظرف الخاص. طبعا اليوم هو نهار ثاني من الطلوع، إن شاء الله الإجراءات الاحترازية مطبقة هون الحمد لله. ندخل أول شيء نعدلوه نصقر ويدينا، وطبعا يجروا لنا جهاز وقياس الحرارة، من فم لا بد من الكمامة، لا بد من دخلوا جارين الكمامة، والأقسام إن شاء الله نظيفين ومعقمين، والتباعد الاجتماعي اليوم عاد إن شاء الله، الخطوات ندور نتقلبوا على إن شاء الله. لين جينا هون إن شاء الله ساقبنا دخل المدرسة نصقروا يجينا بالصابون ما والصابون، وقبوا درجة الحرارة، ومن جينا الأقسام قسموا علينا الكمامات إن شاء الله، وقعدوا اثنين لطاولة ما فهم تنامس. اليوم إن شاء الله امتياز، إن شاء الله مواكب إجراءات الاحترازية، كينا دخلنا لابد أحد يصقر يجي، والأقسام رأيناهم معقمين، وإن شاء الله إجراءات الاحترازية إن شاء الله ملتزمين به. وقد شكل في ثانوية الامتياز هنا مكتب داخلي لمراقبة التلاميذ في تطبيق الإجراءات الوقائية بكل تفاصيلها، حرصا على ضمان استمرار العملية التعليمية. محمد لميل، هذه قناة الموريتانية، مدينة كيهيدي. ويبقى معنا مراسلنا من كيهيدي محمد لمين. أول الهادي، أهلا بك محمد لمين. ما مدى التزام رواد المدارس من طواقم التربوية والتلاميذ بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا؟ مساء الخير. في الواقع منذ يوم أمس وخلال زياراتنا الميدانية للمؤسسات التعليمية هنا في كيهيدي، لاحظنا أن يعني هناك التزام كبير، وهناك حضور واضح للإجراءات الاحترازية المصاحبة لاستئناف الدراسة، وطبعا هذا يؤكد وعي التلاميذ وأيضا حرص الطاقم التربوي على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد في المدرسة. اليوم مثلا كنا في مدرسة الامتياز، أدركنا أن هناك يعني لجنة داخلية في هذه المدرسة تعنى بمراقبة تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية. هذه اللجنة بعض أعضائها من رؤساء الأقسام، وهذا يعني أن التلاميذ بنفسهم مشاركون في هذه اللجنة، هذا يعكس وعي التلاميذ بهذه الإجراءات أهمية في تطبيقها ومراقبتها. هذا طبعا في العموم يؤكد أنه هناك وعي واضح بأهمية هذه الإجراءات وأهمية المحافظة عليها من أجل أن تستمر الدراسة بشكل آمن وجو يضمن استمرار هذه العملية دون إجراءات يمكن أن تعيق استمرارها. محمد لمين الهادي مراسل قناة الموريتانية، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من مدينة كيهيدي بولاية غرغل. إلى عاصمتنا الاقتصادية، حيث بشرت مؤسسات التعليم الحر على مستوى مدينة وديبو تطبيق التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من تأثيرات الموجة الثانية من كوفيد-19 تزامنا مع استئناف الدراسة. وقد ألزمت هذه المؤسسات التلاميذ والطواقم التربوية بارتداء الكمامات واحترام التباعد داخل الفصول، تطبيقا لبروتوكول الاتفاق حول شروط العودة الآمنة للدراسة. بمدينة واديبو 83 مؤسسة تعليمية خاصة بالمستويين الابتدائي والثانوي تخضع تلاميذها البالغين زهاء 15,000 تلميذ للتدابير الاحترازية المقررة للوقاية من تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا. إجراءات عند البوابات ومداخل هذه المؤسسات هنا وهناك، تفرض ارتداء الكمامات، وداخل الفصول على التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية. المدرسة فارضة علينا كمامات والتباعد الاجتماعي، وقابلين الاحتياطات كاملين،
وواجبين عليهم في الساحة التباعد والتباعد في القسم. المدرسة فارضة جميع التدابير الاحترازية، كل طاولة فيها رقاجين ونجيروا الكمامة ولا قد حد يدخل يكون داير ماسك الكمامة. والله المدارس الزمن فارضين إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي وذا كامل. الإجراءات اللي يسمونا بها بعد يسمونا بها بعد ما شاء الله تبارك الله كيف قسم الكمامات وعدوا معقمات عاد التلميذ ما يدخل ما عنده كمامة. ويؤكد أصحاب المدارس الحرة بالمدينة أنهم اتخذوا كافة التدابير لمنع تفشي وباء كوفيد-19 على مستوى مؤسساتهم. هذه الإجراءات اللي قررت الوزارة احنا قابلنا هون بعين الاعتبار، من أولا فرض الكمامات، معناها أعلن عند دخول ما يدخل تلميذي ما هو داير كمام، وكذلك داخل الفصول فما تباعد بين التلاميذ. ما يتعلق بالإجراءات المدرسة واكبة الوباء من بدايته وعملت على فرض الإجراءات اللي طالبت بها الدولة وحاولت تطبيقها من خلال إلزام التلاميذ بالكمامات، من خلال التباعد، من خلال غسل اليدين، ومن خلال ذيك الإجراءات كاملة اللي راوا عنها تخدم صحتهم وتخدم صحة المجتمع. من جهتها خلية التعليم الحر على مستوى الإدارة الجهوية للتدريب والتكوين والإصلاح أوضحت أنها قامت بإبلاغ أصحاب مؤسسات التعليم الحر بضرورة تطبيق بروتوكول الاتفاق حول العودة الآمنة بعد استئناف الدراسة. التعليم الخصوصي هو مكمل للتعليم العام، وأصدرنا له التعميم الصادر من الوزارة المتعلق بالإجراءات الاحترازية، وننتظر منه التطبيق التام تلك الإجراءات، وسنتابع إن شاء الله تطبيقهم لهذه الإجراءات وننتظر إن شاء الله أنهم لا يطبقوه. ومع ما يبديه أصحاب مؤسسات التعليم الحر على مستوى المدينة من اندفاع في تطبيق هذه التدابير الاحترازية، يبقى وعي أهالي التلاميذ أساسيا لمحاصرة جائحة فيروس كورونا ومنع انتشارها داخل هذا الوسط التعليمي بعاصمة البلاد الاقتصادية. الفاغاولي الشيباني، قناة الموريتانية، نواذبو. بالعودة إلى شبكة مراسلين، ينضم إلينا من مدينة نواذيب مراسلنا الفاغة والشيباني. أهلا بك الفاغة. هل هناك رقابة على المدارس بصفة عامة والمدارس الحرة أيضا بصفة خاصة في مدينة نواذيب لغرض الالتزام بالاستراتيجية الصحية المتخذة للوقاية من الموجة الثانية من كوفيد-19؟ قبل أن أدلف إلى الحديث عن استراتيجية المطبقة فيما يتعلق بتطبيق البروتوكول، أشير إلى أنه إجماليا توجد في ولاية داخلة نواذيب على مستوى المؤسسات العمومية 52 مؤسسة عمومية، إضافة إلى 83 مؤسسة للتعليم الحر. إذن هذا مجموعه 135 مؤسسة. من بين هذه المؤسسات توجد بها 35,000 تلميذ. إذن على مستوى ما يتعلق بالخطة المطبقة اليوم، هي هناك لجان اليقظة. هذه اللجان تفرض أنه داخل كل مؤسسة ابتدائية توجد لجان. اللجان تتكون من مدير المدرسة وممثل مكتب آباء التلاميذ وممثل للقسم. على مستوى التعليم الإعدادي والثانوي هناك لجان تتكون من 4 أشخاص: المدير الإعدادية ومدير الدروس، إضافة إلى مكتب آباء التلاميذ وكذلك ممثل للقسم. إذن هذه المنظومة الرقابية الهدف منها في الأساس هو مراقبة هذا البروتوكول الخاص باحترام التدابير الاحترازية. وكما ورد في التقرير فإن ولاية داخلة نواذيب استطاعت حتى الآن فرض الكمامات إضافة إلى المعايير الاحترازية، ولا شك أن الأيام المقبلة ستكون على المحك من خلال عمل هذه اللجان التي تعنى بالرقابة على التلاميذ من أجل فرض هذه الإجراءات. إذن في المجمل يمكن القول بأن ولاية داخلة نواذيب قد أعدت العدة لمكافحة جائحة كورونا، لكن هذه المرة وفق معايير وزارة التعليم التي اتخذت التدابير الاحترازية، ومن خلال هذه اللجان التي ستعمل وستسهر على تطبيق هذه الإجراءات، خاصة أن هناك السلطات الإدارية التي تراقب عمل هذه اللجان على مستوى مؤسسات التعليم سواء التعليم العمومي أو التعليم الخاص.
إذن مراسلنا الفاغاوي الشيباني حدثتنا من مدينة واذيبو، شكرا جزيلا لك. يعيش مركز شوم الإداري بولاية أدرار حالة صحية مستقرة في ظل بعض التدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا. وتقوم السلطات الإدارية والأمنية والروابط الشبابية بالمركز بحملات توعية وتحسيس من أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية. المركز الإداري بشوم حركة دؤوب ونشاط اقتصادي حيوي وسط وعي بالإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا، كوضع الكمامات أو ما يعادلها والتباعد الجسدي، مسلكيات رصدناها داخل أسواق وأحياء هذه المدينة. هذه المنطقة منطقة ملتقى الطرق وهذه وزوارات أطار، وهلا الحمد لله عندها التحسيس الكامل وعندهم اللي تحسيس من هذا الوباء ما عند حد فيه. ما هو اليوم الدولة حسب المعطيات اللي عندنا لأنها ما فات جبرت له، ما هو هذا الشيء قالوا الوقاية، لأنها الحمد لله متمسكة بالوقاية. الناس عادت ماشية مع الواقع والتحسيس قايمين به هنا تيام من السابعة مع الصباح اللي نعود قريب من الثامنة. الله سمعتوا الناس عادت لي الحمد كانت بعيدة من ذوعات قاع فيها قاع واحدين كان يقول لك علينا قاع ما هو خالق قبل ظهر له لأنه خالب شافوه ذوك وشافوه على الواقع وعادوا ملتزمين بذوك التزامات اللي أمرت به الدولة. وتقوم الروابط والجمعيات الشبابية بحملات توعية وتحسيس في ظل وعي ملحوظ بأهمية التقيد بتلك الإرشادات الصحية. بالنسبة لهذه فترة كورونا قبلنا بعض الإجراءات كيف التباعد الاجتماعي وغسل اليدين، ولرك في هذه الفترة في هذه الموجة الثانية عدلنا جناح والله غرفة خاصة بمرضى كوفيد حاجزهم، منهم ما يحتاج رفع والله يحتاج أكسجين حالته يعني مستقرة، منهم يحتاج أكسجين والله رفع حالته ما هي مستقرة نمشوه للمركز الاستشفائي بطار. بالنسبة للمرضى اللي حاجزهم ما حالتهم ما هي خطيرة نحجزوهم في غرفة عندنا خاصة. ولم تسجل بهذا المركز منذ ظهور الموجة الثانية من الجائحة أي إصابة من وباء كورونا، الأمر الذي يفرض الكثير من التقيد بالإجراءات الوقائية حفاظا على الصحة العامة. الشيخ الحميدي، الموريتانية، مركز شوم الإداري. نبقى في ولاية أدرار، حيث أشرف الوالي أمس بقرية المحارثة التابعة لبلدية معدن العرفان بأوجفت على تدشين نقطة صحية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المواطنين في هذه القرية. كما أدى الوالي زيارة تفقدية للمؤسسة التعليمية وواحات النخيل بوادي محيرث، استمع خلالها إلى المشاكل المطروحة لسكان القرية متعهدا بالعمل على حلها. منشآت صحية وتعليمية وواحات زراعية شملتها زيارة التفقد والاطلاع التي أداها والي أدرار لقرية محيرث بمقاطعة أوشفت، رفقة السلطات الإدارية بالمقاطعة ورؤساء المصالح الإدارية بولاية أدرار وقطاعاتها الأمنية. الزيارة شهدت تدشين مبنى جديد للنقطة الصحية بالقرية تم تزويده بكافة اللوازم الضرورية من قبل مندوبية تآزر. كما عاين الوالي وضعية المباني المدرسية بالقرية وهي تستقبل التلاميذ في أول أيام استئناف الدراسة، واستمع إلى مطالب السكان بإيجاد بنايات ملائمة للتدريس وتزويدها باللوازم الأساسية. وفي وادي محيرث عاين الوفد الحواجز المائية والسدود المشيدة للتحكم في المياه والمنشآت المائية التي زودت بها هذه الواحة. وعقب اجتماع خصصه للاستماع لمطالب سكان القرية، أكد والي أدرار السيد حداد بالية راء على أهمية النشاط الزراعي وخاصة واحات النخيل والزراعة المصاحبة لها، مؤكدا توجه الدولة لهذا القطاع. وأوضح الوالي أن هذه الزيارة مكنته من تشخيص المشاكل المطروحة للسكان وأنه سيعمل على إيجاد حلول عاجلة لها. عمدة بلدية معدن العرفان لخص مطالب مواطنيه فيه. وشاكرين السيد الوالي ولاية أدرار على هذه الزيارة اللي قام بها اليوم لهذا الواد، وعلى
التدشين وهذه النقطة الصحية الطب اللي عندنا اللي مفصول فيه كان في وقت مهم ومناسب، وعلى زيارته واطلاع وعلى المشاكل اللي مطروحة للساكنة اللي أساسا منها ربط محيرث اللي هو في حالة مزرية، ومأملين على زيارته أمل كبير، ومأملينها في رئيس الجمهورية محمد وللشيخ الغزواني على أن تنحل قضيته في القريب العاجل. طرحنا عدة مشاكل من ضمنهم للربط، ومن ضمنهم طريق المعدن وأولوية عند هذه الساكنة اللي في بلدية المعدن، لأن المعدن منتج الخضروات ومفصول فيها. عندنا طالبين على أن أباتيق أمل ينزاد ويندعموا. منسق مشروع الواحات بأدرار ذمن جهود سكان محيرث في مواجهة التحديات، مستعرضا جانبا من تدخلات المشروع، مبديا استعداد قطاعه للتغلب على مشكل المياه، مطالبا أصحاب الواحات إلى الاستجابة للحلول المقترحة. لنعود محيرث مستعدين على أنهم يستعملوا لهم الآبار الارتوازية على عمق بعيد، لأنهم مستعدين لهم ما نعد لهم الوادي في حالة موجود فيه الماء، والعاد فيه نقطة على قرب من ملاح 10 كيلوات ل 20 كيل مستعدين نعدلوها، واللي هو الربط عدلنا له دراسته الأولية، وعدلنا دراسته الاقتصادية ودراسة التنفيذ ودراسته البيئية، وإن شاء الله نطلبه من وزارة التنمية الريفية تجبر له تمويل، وعلى استعداد على إن شاء الله ندعمه هذا الواد بالحواجز المائية. فتنعدلنا ذي السنة 4 حواجز مائية، وذي السنة مبرمجين 2، هذا على إمدادهم بالطاقات الشمسية مبرمجين لهم منها 20. وتعتبر واحات محيرث من أكثر واحات البلاد نخيلا وأوفرها إنتاجا، لكن سنين الجفاف المتتالية كان لها تأثيرها البالغ على هذه الواحات. للموريتانية أحمد معلوم محمد محيرث. ينضم إلينا من مدينة أطار مدير مكتب الموريتانية أحمد معلوم والمحمد. أهلا بك أحمد معلوم. ما الخدمات التي تقدمها هذه النقطة الصحية لقرية محيرث وضواحيها، وما الوضعية الصحية العامة لسكانها؟ طبعا الخدمات الصحية التي تقدمها هذه النقطة هي الخدمات المعهودة في مثل هذا المستوى من المنشآت الصحية، من استشارات وعلاجات أولية ورعاية للأطفال ولقاحات وغيرها من الخدمات القاعدية، التي لا شك أن هذه النقطة ستوفرها لسكان محيرث وللقرى المجاورة له، وستمكن أيضا الطاقم الصحي العامل بالنقطة من العمل في ظروف جيدة. الأوضاع الصحية جيدة في عمومها. ما يؤرق سكان محيرث بشكل عام هي الأوضاع الاقتصادية، وخاصة أن السكان يعتمدون بشكل كبير على الزراعة وزراعة النخيل والزراعة تحت النخيل، وهذه تأثرت إلى شكل حد كبير بالجفاف وبتداعيات نقص الأمطار وندرة المياه، ويطالبون أو لديهم مطالب ملحة تتعلق هذه المطالب أساسا بتشييد سد للتحكم في المياه في هذه الواحة لتغذية البحيرة وتمكين المزارعين من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية التي كانت تدر عليهم دخلا كبيرا، لأن الواحة من أكبر الواحات الوطنية، إذ تتوفر على ما يزيد على 180 ألف نخلة، وتثمر كل نخلة في الأوضاع العادية نحو 50 كيلوغرام من التمور، ولكن هذا النتاج تراجع إضافة إلى ثمار المحاصيل الزراعية الأخرى التي تزرع في تحت النخيل. إضافة إلى ذلك ثمة مطلب آخر ملح لسكان هذه القرية يتعلق بإنشاء إعدادية لإيواء أبنائهم وتمكينهم من الدراسة في هذه القرية. عموما الأوضاع الصحية جيدة، لكن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية هي ما يطمح أو يتطلع سكان محيرث إلى أن يجدوا فيها لفتة من طرف السلطات المعنية، رغم أن ثمة طبعا جهود كبيرة يقدمها مشروع تنمية أو برنامج تنمية الواحات لهؤلاء السكان، وأيضا مفوضية الأمن الغذائي والتنمية الريفية وغيرها من البرامج التي تدخلت وعانت السكان، لكن ثمة حاجة ماسة إلى المزيد من الدعم.
أحمد معلوم والمحمد مدير مكتب الموريتانية في أطار، شكرا جزيلا لك. أدى ولي ولاية أو أدى ولي غورغول صباح اليوم زيارة ميدانية لبعض المزارع النموذجية الخصوصية في ضواحي مدينة كيهيدي. تهدف الزيارة إلى الاطلاع على المبادرات الهادفة لتشجيع الاستثمار في مجال زراعة الخضروات. من منطقة جراي المحاذية لضفة نهر طلع والي غورغول على مستوى التحضير لموسم زراعة الخضروات في إحدى المزارع النموذجية التي ستخصص لزراعة الخضروات في إطار جهود الدولة الرامية إلى توجيه المزارعين وتشجيعهم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الخضروات. وتخضع هذه المزرعة حاليا لاستصلاحات لتهيئة التربة والاستعداد للدخول في موسم جديد يتطلع فيه المزارعون إلى تحقيق زيادة معتبرة من المحاصيل. وفي مشروع سمايقاه الزراعي والرعوي بضواحي مدينة كيهيدي، وقف والي غورغول السيد أحمد نور سيدبا صحبة السلطات الإدارية والأمنية وممثلي قطاع التنمية الريفية على تجربة زراعة الخضروات من خلال استصلاح وتهيئة 30 هكتارا. تمت زراعة 15 هكتارا منها ودخل محصولها فترة الحصاد. ويعتمد هذا المشروع على تقنيات عصرية للري واستخدام الطرق الفنية لتحسين الإنتاج وزيادة المساحة المزروعة. وفي عن المكان تعرف الوفد على طريقة العمل داخل هذا المشروع الزراعي وما يوفره من فرص للعمل لشباب كيهيدي دعما لسياسة الدولة في مجال التشغيل والاستثمار في القطاع الزراعي. قمنا بزيارة لبعض المزارع النموذجية على مستوى الولاية، مزارع اللي تنتج الخضروات. زرنا مزرعة مازالت في طور بداية العمل، وزرنا مزرعة في بداية الإنتاج، وراجين إن شاء الله على أن هذا التشجيع اللي تقدم الدولة وهاي التعليمات اللي أعطى رئيس الجمهورية على أن هاي السنة 2021 نغطوا بلدنا من الخضروات. وهاي الزيارة اللي عدنا اليوم لبعض هذه النماذج مشجع الحمد لله به لهذه المزرعة اللي احنا فيها. الحمد لله بدأت تعطي نتائج وبدأت تصدر للسوق المحلي، وراجين إن شاء الله على أنها إنتاجها يصدر على مستوى الوطني وعلى مستوى العاصمة لعاد الله رايدها. وتواكب هذه المبادرات الخصوصية من قبل وزارة التنمية الريفية من خلال التأطير والإرشاد وتوفير بعض المعدات المستخدمة في المجال الزراعي. وإحنا اليوم بصدد متابعة النشاطات اللي مقام بها على المستوى الجوي في هذه الولايات. نزور اليوم هذه المزرعة اللي كيف شفتوا في طور الإنتاج، وفهم جهد مهم تماما ما يتعلق بالمنتجين. وكيف شفتوا زيارة اللي قام بها السيد الوالي مع طاقمه تشهد بعد أن فهم تحسن كبير ما يتعلق بالإنتاج. هذه المساحة اللي اليوم قرابة 20 هكتار اللي فيها جميع الأصناف الخضروات، واليوم كيف شفتوا بدأت الإنتاج. وقد عرفت مدينة كيهيدي خلال هذه السنة ظهور عدة مبادرات خصوصية لدعم سياسة الدولة في مجال الزراعة وخاصة شعبة الخضروات. إن هذه المبادرة تتجسد في مشروع زراعي ورعوي تبلغ مساحته 30 هكتارا، تم استصلاح 15 منها حتى الآن. ويهدف هذا المشروع إلى المشاركة في الأمن الغذائي ومكافحة البطالة. المشروع الآن في سنته الثانية ويقوم بزراعة الخضروات والفواكه بشكل خاص، ونعمل على تغذية السوق هنا في كيهيدي وتوجيه الباقي من المنتوج للأسواق الوطنية، كما نوفر أزيد من 50 فرصة عمل للشباب في كيهيدي. ويتطلع المزارعون في غورغول هذا العام إلى تحقيق إنتاج معتبر من الخضروات والمساهمة في الأهداف الوطنية في مجال تحسين مؤشرات الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات. محمد علي سالك لقناة الموريتانية، مزارع كيهيدي. نعود إلى شرق البلاد، حيث أطلقت منظمة كوبي الإيطالية صباح اليوم في مدينة النعمة بالحوض الشرقي ورشة لتحديد الأولويات التنموية في 10 بلديات من بلديات الولاية. أشرف على انطلاق أعمال الورشة مستشار والي الولاية بحضور الحاكم المساعد لمقاطعة النعمة وعمدة بلديتها. رئيس منظمة كوبي أكد أن منظمته وصلت مختلف بلديات الحوض الشرقي للتعريف بأهدافها وطرق الاستفادة من تدخلاتها التي ترتكز على تشييد المنشآت التنموية من خلال مشروع ريم دير.
وقد شارك في الورشة ممثلون لعشر من بلديات الولاية، إضافة إلى ممثلين لمنظمات المجتمع المدني. توفر برص بيع السيارات فرصا للشباب العاطلين عن العمل بالرغم من التحديات التي تواجههم. وتعتبر سوق السيارات من أكثر الأماكن استقطابا للراغبين في تحصيل قوتهم اليومي بعيدا عن الاتكالية. أسواق السيارات بالعاصمة نواكشوط أصبحت وجهة العديد من الشباب الباحثين عن فرصة عمل توفر لهم لقمة عيش كريمة وتساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية. شباب من مختلف المستويات العلمية إضافة إلى آخرين لم تساعدهم الظروف على مواصلة الدراسة، فكانت هذه الأسواق مورد رزق لهم وكسب حلال ساعدهم على إنشاء مشاريع مثمرة. الشباب ما شاء الله استفادوا من البراص استفادة قيمة، الشباب كارتوا عن ياسر من الأمور، كارتوا عن الانحراف، كارتوا عن ياسر من الأمور الأخرى، والحمد لله رب العالمين. البراص قطاعهم مستفادين منه الشباب والكهول والناس كاملها ما شاء الله، اليد العاملة كان مستفادة منه، الناس هم مستفادة منها به اللي نشوفه واحد هو ما يشتغل ما يخلص للشهر، ولكن بعد قوت اليومية عاتن عليها اللي أصدار عاتن عليه وقرايد أولاد عاتن عليهم، ذاك معنى عن فما استفادة. ينقسم رواد هذا السوق إلى باعة يعرضون سياراتهم للبيع وآخرين يبحثون عن سيارات بمواصفات معينة، وبين هذا وذاك يحضر دور الوسيط السمسار الذي يتولى المقايضة بين الطرفين. سياراتهم تنباع، البيع ما شاء الله معرم، وتستفاد منهم الزبون ويستفاد منهم البايع ويستفاد منهم السمسار اللي كارد مبديه اللي ما عنده باش تعشى قاع ولا باش تقدر، اللي يجي السمسار ويجي زبون هون يدور وته تلقى له السمساره وتمشي به وتجيبوا له مول الوته وتدخل بيناتهم كوسيط وتجبر كوميسيون استفاده عندنا احنا قال له كوميسيون. ولدعم هذا النوع من المشاريع الشبابية ومساعدة أصحابها على مواصلة مبادراتهم، يأمل العاملون بهذه الأسواق إلى تسهيل جلب السيارات ورفع القيود عن استيرادها. نحن كنا عندنا قدر المشاكل، قضية الديوانة، قضية الطريق مقفولة، وخذ قرار عن طريق انفتحت. نختار المشاكل مع الديوانة قالت لنا انحلت وقالت عنها أماند وكانت 1,600,000 وعادت 800,000، نختار 800,000 و 850,000 اللي قالوا عاد خارجة. يجينا بها مرسوم شوفوها. وتبقى المبادرات الشخصية والمقاولات الصغرى من بين الوسائل والحلول المناسبة للشباب الباحثين عن ريادة الأعمال وبلوج السوق العمل من بابه الواسع. ما بين بائع ومشتري ووسيط تختصر الحياة حكايتها في هذا المكان المعروف بسوق السيارات، مكان وفر آلاف الفرص لشباب همهم الوحيد توفير حياة لائقة لعائلاتهم. لقناة الموريتانية حياة أحمد يوسف نواكشوط. نهاية النشرة، إلى العناوين. رئيس الجمهورية يشيد أمام قمة العالم كوكب واحد بتخصيص 10 مليارات دولار لدعم السور الأخضر الكبير. وزير الصحة يتفقد ظروف مرضى كوفيد-19 في كل من المركز الاستشفائي للتخصصات والمعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات. شبه استقرار في عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 مع تزايد في حالات الشفاء.